غادرت صباح اليوم أول دفعة لاجئين من اليونان في اتجاه لوكسمبورغ في إطار خطة إعادة التوطين الأوروبي، وتضم دفعة 30 شخصا يشكلون 6 عائلات، 4 من سوريا و2 من العراق، وجميع هذه العائلات تضم أطفالا بينهم من ذوي الاحتياجات الخاصة. وبهذه المناسبة أقيم في مطار أثينا الدولي حفل وداع للاجئين بحضور رئيس الوزراء اليوناني والمفوض الأوروبي لشؤون الهجرة ورئيس البرلمان الأوروبي.